السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلبة شعبة الدراسات الإسلامية للفصل الأول في سلسلة لشرح وحدة النحو والتصريف، وهذا شرح للدرس السابع بعنوان الفعل الصحيح والمعتل. كما تعلمون، فالفعل في اللغة العربية ينقسم إلى عدة تقسيمات، فينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، وينقسم إلى مجرد ومزيد، وينقسم إلى صحيح ومعتل كذلك. والصحيح بدوره ينقسم لثلاثة أنواع: سالم ومهموز ومضاعف. والمعتل كذلك يضم ثلاثة أنواع رئيسية: مثال وأجوف وناقص. سنتعرف على كل نوع من بين هذه الأنواع على حدة، فلنبدأ على بركة الله. أولا، الفعل الصحيح. الفعل الصحيح هو كل فعل تخلو حروفه الأصلية من أحرف العلة، وأحرف العلة ثلاثة وهي الألف والواو والياء، مثل جلس، كتب، رفع. هذه أفعال صحيحة، أولا لأنها لا تضم إلا حروفا أصلية فليس فيها حروف زيادة، ثانيا لا تضم حرفا من حروف العلة فلا تضم لا الألف ولا الواو ولا الياء، سواء جلس أو كتب أو رفع. والفعل الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أنواع كما أشرت. أولا، الفعل الصحيح السالم، وهو كل فعل خلت حروفه من الهمزة أو التضعيف. فعل صحيح أي أن ليس فيه حرف من حروف العلة، وكذلك يخلو من الهمزة والتضعيف، مثل جلس، كتب، سمع. ثانيا، الصحيح المهموز، وهو كل فعل يخلو من حروف العلة وكان أحد أصوله حرف الهمزة، سواء في أول الفعل أو وسطه أو آخره، مثل أخذ، أكل، سأل، دأب، ملأ، لجأ. هو فعل صحيح لكن لا بد من أن يضم همزة، سواء في البداية أو في الوسط أو في الأخير. ثالثا، الصحيح المضاعف، وهو نوعين. المضاعف الثلاثي وهو ما كان عينه ولامه نفس الحرف ولكن مكرر، مثل شد، فيه شدة، مد، سد، نفس الحرف، هنا الدال يكرر وهنا أيضا. ورباعي المضاعف وهو ما كان أول وثالث حرف من جنس واحد وثاني ورابع حرف من جنس واحد، مثل زلزلة، الحرف الأول والثالث نفسه والثاني والرابع نفسه، ووسوس وغيرها. ثانيا، الفعل المعتل، هو كل فعل كان أحد حروفه الأصلية حرفا من حروف العلة، مثل وقع، لدينا واو، قال، لدينا ألف، بقي، لدينا ياء، وكلها من أحرف العلة، وبالتالي فهذه أفعال معتلة. وينقسم المعتل إلى أربعة أنواع. أولا، الفعل المعتل المثال، وهو ما كان حرفه الأول معتل بالواو أو الياء فقط، أي في بدايته حرف إلا، مثل وجد، وقع، يبس، وسع. وليس هناك فعل معتل مثال يبتدئ بالألف، لا، إما أن يبتدئ بالواو وإما أن يبتدئ بالياء. ثانيا، المعتل الأجوف، وهو ما كان ثاني أحرفه معتل مثال، قال، نام، باع، ما يكون في وسط حرف إلا، وغالبا يكون الألف، مثل هذه الأمثلة. ثالثا، الفعل المعتل الناقص، ما كان حرفه الأخير معتل، أي آخر حرف إلا، مثال داء في آخره ألف، رمى في آخره ألف، شكى، سعى وغيرها.
الفعل المعتل اللفيف، وهو ما اجتمع فيه حرفان، يعني حرفان اثنان، وينقسم إلى نوعين: لفيف مقرون، أي وجد في حرفي إلا دون أن يفرق بينهما حرف صحيح، مثال شوى، يعني حرفين من أحرف العلة متتابعين، الواو وبعدها الألف، لوى، أوى. أو لفيف مفروق، وهو ما وجد في حرفي إلا لكن فرق بينهما، مثل وقى، وشى، وخى، ووصى. الآن ننتقل إلى إعراب الفعل المضارع صحيح الآخر. فالفعل المضارع صحيح الآخر يرفع بالضمة الظاهرة وينصب إذا سبقته أداة نصب بالفتحة الظاهرة، ويجزم إذا سبقته أداة جزم يجزم بالسكون. أمثلة: تتفتح الزهور في فصل الربيع. تتفتح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لن ينجح طالب في الامتحان. ينجح فعل مضارع منصوب بعد لن التي هي أداة نصب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لم يكتب تلميذ واجباته. يكتب فعل مضارع مجزوم بعد لم لأنها أداة جزم، وعلامة جزمه السكون. أما بالنسبة لإعراب الفعل المضارع المعتل الآخر فهناك ثلاثة حالات: إذا كان معتلا بالألف، أو معتلا بالواو، أو معتلا بالياء. الحالة الأولى إذا كان معتلا بالألف، يعني في فعل معتل الآخر آخره ألف، يعني فعل ناقص، فإنه يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة على الألف ويجزم بحذف حرف العلة، مثال يسعى المؤمن إلى الخير. يسعى فعل مضارع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. لن يسعى المؤمن إلى الشر. يسعى هنا فعل مضارع منصوب بعد لن أداة نصب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. لم يسعى المؤمن إلى الشر. يسعى فعل مجزوم بعد لم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذفت الألف. الحالة الثانية إذا كان معتلا بالواو فإنه يرفع بالضمة المقدرة على الواو وينصب بالفتحة المقدرة على الواو ويجزم بحذف حرف العلة، مثال يدعو المؤمن إلى الخير. يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو. لن يدعو المؤمن إلى الشر. يدعو فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الواو. لم يدعو المؤمن إلى الشر. يدعو فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. الحالة الأخيرة إذا كان معتلا بالياء فإنه يرفع بالضم المقدر على الياء وينصب بالفتحة الطاهرة ويجزم بحذف حرف العلة. يسقي الفلاح الأرض. يسقي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء. لن يسقي الفلاح الأرض. يسقي فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة. لن يسقي. لم يسقي الفلاح الأرض. يسقي فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وسنختتم هذا الدرس بتمارين للتطبيق كالعادة. التمرين الأول: استخرج الأفعال الماضية من الفقرة التالية. وهنا إشارة لمعرفة نوع الفعل، هل هو صحيح أو معتل، لا بد من رده إلى الماضي. ثم عين نوعها، فعل صحيح أو فعل معتل، اكتبها في دفترك إن أردت بطبيعة الحال. التمرين الثاني: املأ الجدول التالي بالكلمات التالية. مجموعة من الأفعال ستقوم بتصنيفها، هل هي أفعال مضاعفة أم مهموزة أم سالمة؟ التمرين الثالث: صنف الأفعال المعتلة التالية إلى فعل معتل، مثال أو أجوف أو ناقص. ستكتب أمام كل فعل نوعه. هكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا. أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.